طيب، من ضمن ما وقفنا عليه أن المقابر مثلا سودانية، لو أخذت هنا مثلا مقابر خرطوم بحري حمد وخوجلي، ومقابر حمد النيل أكسب حمد النيل والبكري وأحمد شرفي حديثا نسبيا بعد المهدية، لكن كان في مقابر أقدم في الشهداء وفي حي العمدة، دي كله كان مقابر. هذه المقابر القديمة وفي أي بلد تمشي لها، مشيت الجزيرة، مشيت كذا، هذه المقابر تعود مدافنا إلى العصر الحجري. مقبرة الخرطوم القديمة كانت هنا محل المستشفيات الحديثة دي، وأجريت فيها حفرية آثارية أجراها الدارس البريطاني، ذهب عني اسمه الآن، فأجريت الحفرية محل المستشفى الصدري. جميل. طيب، هذه الحفرية في كتاب الآن موجودة اسمه إيرلي خرطوم. طيب، حفر الحفرية، فالحفرية مستمرة من الوقت الذي هو بيحفر فيه، لأنه المدافن كانت لسه ما أغلقت، إلى العصر الحجري ما تغيرت المدافن. وهذا إن دل فإنما يدل كمان على وحدة الشعور القومي عند هؤلاء القوم على تراخي الزمان. يعني يمكن في البلاد الأخرى لا تجد إنسان اليوم يدفن في نفس مكان إنسان العصر الحجري، وبالتالي يعني ما في ظاهرة إنه مقابر إسلامية، مقابر مسيحية، لا، المقابر السودانية هي المقابر السودانية من أقدم العصور. ولذلك زي ما حكى لي بعض من حفروا، أستاذ أحمد محمد علي حاكم، في إنه قال لي والله زي ما قال أبو العلاء المعري: ودفين على بقايا دفين، رب لحد قصار لحد مرارة، ضاحك من تزاحم الأضاضي. فلأنه قال تحفر في الطبقة العليا تلقى مثلا دافنة على الطريقة الإسلامية، الرأس إلى الجنوب، الأرجل إلى الشمال، موجه إلى القبلة إلى آخره. تحفر في الطبقة تحته قد تلقى إنسان تعرف أنه مسيحي، لأنه الصليب موجود في الهيكل العظمي وكذا، والدافنة نفسها من المغرب للمشرق، موجه إلى المشرق. طيب، تحفر قال طبقة تحت تجد الإنسان الأقدم في العصر المروي اللي هو متوسد يده زي هيئة الطفل في رحم أمه، الأرجل مجموعة على البط ومتوسد يديه. وهذه الفكرة كانت لأنهم كانوا يعتقدون أن الأرض أمه، أن الأرض أمه، ولذلك المرجع إلى رحم أمه يوضع بنفس الكيفية التي خرج بها من رحم أمه، كل يجمع ويوضع. وبالمناسبة هذه تارك أثرة حتى في مجازات كلامنا، يعني السوداني يقول لك لما يتوسد يميني، يعني لما نموت، لكن ما في ذول بيتوسد يمينه لأنه يدينه في بطنه، مش كده الميت، يقول لك لما يتوسد يميني. فمن العصر المروي هو بيتوسد يمينه ولغاية الآن بيعبر عنه. ترى إنسان العصر الحجري بنفس الطريقة، إنسان العصر المروي متوسد يمينه. ويمكن في شواهد الشعر السوداني الشيخ فرح في السلطنة السنارية بيتمنى لصديقه ميتة كريمة وقبر كريم وكذا، فما وصف إلا هذا الأسلوب الذي نذكره. قال: وإخوانه الملكان، الملكان الذين أتيناه إخوانه، وإخوانه الملكان، والأرض أمه، وجيرانه السعدة يفوقون للقمر، والقبر ذاته قال فسيح مضيء في الجوانب كلها، له قوة تأتيه بالطيب والخضر. لو زرت الآثار بتجد وضع الميت، ما في رسومات في أهرامات البجرأوية بيصوروا الجنازة وهي محمولة
يصوروا الجنازة وهي تنزل القبر في المعابد، تصور الإنسان في قبره جالس وفعلا بتجد معمول كأنه هو في مقصورة مبنية، لكن في طاقة صغيرة وفي حاجة زي القليون زي الكدوس، واحد مدخل له مبخر للميت، مدخل له مبخر للميت. فشوف هذا الشاعر السوداني في العصر الإسلامي السلطنة السنارية مستوحي الصور من هذا الموروث، وإخوانه الملكان والأرض أمه وجيرانه السعدة يفوقون للقمر، له قوة تأتيه بالطيب والخضر. هذه القوة ما موجودة في المقابر التي نعهدها نحن الآن، لكن في ذهنية الشيخ فرح موجودة. طيب المقابر استمرارية الدفن في الموقع الواحد وبالأسلوب المتقارب إن دل فإنما يدل على أنه هناك تواصل بين الأجيال، تواصل ثقافي بين الأجيال، لم يحدث انقطاع أبدا في تاريخ السودان الطويل، لم يحدث انقطاع إطلاقا. يعني ده مهم جدا نلتفت إليه.